وهي بالنسبة للصيادين سمكة مخيفة مؤذية سريعة جدا بحيث يصعب التقاطها. الباراكودا هي وحش مفترس طويلة وسريعة، إنها سمكة تثير الحماسة. الثاني والعشرون من مارس عام 92 في ماوي هاواي، وصل مهووس صيد الأسماك دين هاياتشي إلى مكانه المفضل لإقامة مخيم ليلي، وهو يأمل أن يصطاد بواسطة السنارة سمكة معروفة في هذه المنطقة، إنها سمكة البياض العملاق. لكنه لم يكن على علم بأن مهاجما مشؤوما ينتظره في المحيط ليجعله يخوض أقصى مغامرة في حياته. ألقى دين بسناراته وربط جرسا بكل واحدة منها. يجب أن تحدث الأجراس صوتا قويا لكي توقظنا من نومنا العميق. راح دين يعد العشاء والوقت يمر دون أن يحدث أي شيء. انتهى من العشاء وراح يستعد للنوم. مع طلوع الفجر استيقظ الصياد كالمجنون على طنين الأجراس، فقفز من شاحنته ورأى الصنارة ترتج بقوة. لقد علقت سمكة كبيرة في الكلاب. في البداية ترتج الصنارة وترى العوامة وهي تحدث ضجيجا هكذا. كل صياد يحب سماع هذا الصوت. اقترب دين بحذر من الصنارة بعد أن شعر بأنها استقرت. فجأة وثبت السمكة كالبرق خارج الماء. أصيب دين بالذهول. هذه ليست سمكة بياض، إنها باراكودا عملاقة. انطلقت من الماء كالصاروخ، فلم أصدق ما رأيت. لقد كانت ضخمة، لم أرى سمكة مثلها في حياتي. بدأت السمكة تنتفض وتنطلق إلى الأمام وإلى الخلف وتقفز تكرارا في الهواء. الوقت ليس في مصلحة الصياد. لقد خاف أن تقطع السمكة السلك بفكيها كالمنشار، مع أن السلك يحتوي على الفولاذ. رحت أقول في نفسي أرجوك لا تنقطع، وإلا فأصدقائي لن يصدقوني. لكن خوف دين ليس فقط من هذا، إن السلك القريب من الشاطئ قد يعلق بشيء ما أو بأرضية صلبة، ولكي لا يحدث ذلك عليه أن يرفعه بطريقة أفضل من مكان أعلى، فالصيد فوق الصخور الناتئة هو أمر فائق الخطورة. هناك الصخور والأمواج، قد يسقط الصياد ويصاب بجروح بالغة. راح يلف السلك بكل طاقته، فشعر وكأن الجزء العلوي من جسمه يحترق. أخيرا سحب السمكة إلى مكان قريب من الشاطئ. إنها سمكة أكبر مما كان يتوقع. دين منهمك ولا أحد في الجوار لكي يطلب منه المساعدة. إنه مرهق، وهو يعرف أن أمله الوحيد هو في التمسك جيدا وانتظار موجة مؤاتية تحضر السمكة إليه. رحت أنتظر، أخيرا دفعتها موجة ورفعتها إلى الأعلى. ودون أن يتأخر أسرع دين في سحب السلك بكل ما أوتي من قوة. لكن مع الباراكودا فإن البقاء على مسافة من السمكة قد يعني الفرق بين خسارة إصبع أو عدم خسارته. لدي سلك فولاذي بطول مترين، أمسكت به لكنني لم أنوي الاقتراب من الأسنان. وبضربة أخيرة أمسك دين بالسمكة. طول السمكة 1.80 متر، ووزنها 35 كيلوغراما، وهذا رقم قياسي جديد يسجل في هاواي. ولتكريم روح السمكة وقوتها يحتفظ دين برسم ياباني تقليدي لسمكة تدعى جيوتاكو. كانت اللوحة معلقة على الحائط في منزلي، لن أنسى ذلك طوال حياتي. ماذا تعني لك كلمة